وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة على كريم الدعوة للمشاركة في احتفالها بمناسبة الذكرى 50 لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشرفني مشاركتكم هذه الاحتفالية التي تجمعنا بروح الإخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك لهذه المنظمة ودولها الأعضاء. تحتفل المنظمة هذا العام بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها. مسيرة المنظمة شهدت العديد من الإنجازات في العمل الإسلامي المشترك، مستذكرين في هذه المناسبة الجهود التي بذلها رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وأشقائه الملك محمد الملك حسن الثاني ملك المغرب، والملك الحسين بن طلال ملك الأردن، ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، واجتماعهم التاريخي لتأسيس هذه المنظمة في الرباط عام 1969، والذي حددوا فيه الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، ونسقوا الجهود الرامية للمحافظة على المقدسات الإسلامية ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، إلى جانب مناهضة التمييز العنصري وإزاحة الاستعمار في تلك الفترة بكافة أشكاله، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، وهو ما جعل من هذه المنظمة بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي المشترك وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية. ولعلنا هنا نستذكر بأسمى عبارات التقدير والامتنان الدور المحوري والبناء الذي قام به المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله خلال رئاسته للجنة القدس، ويطلع بها الآن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في تواصل لمواقف المملكة المغربية الشقيقة التاريخية والثابتة للتعريف بقضية القدس الشريف ومكانتها التاريخية والرمزية في قلوب كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد تشرفت المملكة العربية السعودية باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها، كما تشرفت برعاية الاحتفال المنظم بهذه المناسبة التاريخية والذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 25 نوفمبر 2019. وأجدد التأكيد على مواقف المملكة العربية السعودية ومسعاها الدائم لتعزيز وتقوية عمل المنظمة ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا لما فيه الخير والاستقرار. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، في الختام أود أن أجدد الشكر الجزيل لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على إقامتها لهذه الاحتفالية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومنسوبي الأمانة على ما يبذلونه من جهود، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.